آخر في المنجز الهلال الذي تحقق يوم أمس. أنا أشوف التناغم الإعلامي والطرح الصحفي في وسائل الإعلام لدينا جنح كثيرا، وكأنه يعمل تخدير أو ما أعرف سمى ما شئت. الذي أعرف النادي الهلال على مدى 10 سنوات على الأقل الماضية هو طرف ثابت في نصف النهائي أو النهائي الآسيوي، وليس غريبا على البطولة. ومباراة يوم أمس كانت مباراة بأقل جهد ممكن من لاعبي الهلال. نعم. كنت أتوقع أن الإعلام السعودي بنغمته الكاملة أن يتجه إلى ما يتجه إليه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إذا أحببت أحبب هونا وإذا كرهت اكره هونا. فيجب أن نكون منصفين وواقعيين. ولو رجعت إلى كلام الكابتن فيصل أبو ثنين، أنا أعتقد أن هذا الكلام هو عين العقل والمنطق. نعم. والجميل أن يكون من لاعب ذو خبرة وذو مكانة وذو تمكن. نعم. وسبق أن حقق البطولة ذاتها 5 مرات، وهذا إنجاز شخصي له ولكل النجوم الذهبيين معه في جيله. نعم. لاعبي الهلال إلى الآن لم يحققون شيء إلى الآن. صحيح أنهم وصلوا وتجاوزوا نصف النهائي بكل جدارة واستحقاق، لكن أيضا لم يحصدون البطولة إلى الآن. وبالتالي صحيح. فإن أي حملة إعلامية من الآن إلى المباراة المقبلة في الرياض يوم 17 نوفمبر أنا أخشى أن تأتي بنتائج عكسية تماما. نعم. لاعب الهلال أمامهم مسؤولية ضخمة جدا، أمام مسؤولية كبيرة. صحيح. أمامهم منجز تاريخي سيكتب من ذهب في سطرهم الحيوي وفي مشوارهم المقبل. نعم. أنا أعتقد أن التضخيم وأن آسيا فتحت أبوابها والهلال أبواب آسيا، وهذه كلها عناوين تضر ولا تنفع. طيب. وأنا أتمنى أمنية أن يكون الإعلام السعودي والاتحاد السعودي لكرة القدم وأيضا القائمون على نادي الهلال أن يتجه تفكيرهم وتركيزهم. نعم. على أن يقام مباراة واحدة للهلال أسبوعيا سواء محليا أو خارجيا. طيب. لا يلعب مباريات مضغوطة، وبالتالي فيجب أن يكون جدول نادي الهلال في المباريات المقبلة من الآن حتى المباراة النهائية بمعدل مباراة واحدة أسبوعيا. طيب. واضح دكتور، بنرجع إن شاء الله نستكمل حديث